برمزيتها وحمولتها الثقافية والاجتماعية والحضارية، تحيل الخيمة الصحراوية المغربية الموريتانية المنصوبة بساحة تسامح بطنطان ضمن فعاليات الدورة 15 لموسم طنطان على مشترك ثقافي عريق. وتتفرد هذه الخيام التي لاقت إقبالا كبيرا من زوار الموسم بخصوصيتها في الصنع والتركيب، وتعد مرآة للحياة بالصحراء بعاداتها وتقاليدها وطقوسها العريقة، وباعتبارها تعبيرا عن نمط حياة وسمى حياة الرحل. جئت بمجموعة من الكتب ذات العناوين المختلفة غير الموجودة في المكتبة المغربية، وذلك من أجل الإضافة والتنوع وتحسين والتنوير المجتمع المغربي على ما أنجزته المطبعة الموريتانية وما جادت به عبقرية المثقفين الموريتانيين عبر العصور، وهي ذات عناوين طبعا بعضها ذات مجالات مختلفة، بعضها شرعي فقهي وبعضها تاريخي وبعضها فكري وسياسي. وتتشابه الخيام الأربع، ثلاثة من الأقاليم الجنوبية الثلاثة للمملكة وخيمة من موريتانيا، إلى حد كبير في تشكيلها نظرا لتقارب المجال الجغرافي بين المغرب وموريتانيا الذي احتضن مجتمعات ربطت بينها روابط اجتماعية ودينية وثقافية وحضارية عريقة. وشاركت موريتانيا بوفد هانت رأسه وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في فعالية الدورة 15 لموسم طنطان الذي تنظمه مؤسسة الموغار تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبالإضافة إلى الخيام الموضوعاتية، يشتمل برنامج الموسم على العديد من الأنشطة الغنية والمتنوعة، منها التراثية والرياضية والفنية والسوسيو اقتصادية، إلى جانب سهرات فنية وموسيقية.